وراديو من المنتدى السلفي. سلام كومين محمد جوهي نلادو الله او ميساج دو كو في جارنوغول صحابابي امبين في جارنوغول اسبيسياليمان حامدو الفا امدو رزاقو اسايفو الله نهو دي لطو بكادي ني وادانو ياي اون فيديو ني جارنا اون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مسيق ام فولبه فولبه بني اسرائيل اري قومي محمد رزاق با نانو دو فامي جابي نلال محمد جوهي نلادو الله صلاح جام اكسيمون دم ترانا مو ير يا جوندي يمرد الله سبحانه وتعالى ماندي رونون ساجاليو اون هيدي دو ناني فامي جوكي نلال محمد جوهي ابن عبد الكبير نلالو الله julbe so ndari o do groupe mabbe de do balde ko mi ndare nomo woko fulbe bani israël ari ko 82000 personnes hande hiden 85000 personnes 550 oy ara jama yo watta hakki wakilo den jangen kadi ka do dina meden kono enen ha hili lenyol ha tawata joni dun don nada yen ko nadi en wo ara en tori ke jama vraiment jango rendez-vous on yo wakilo baby love في مودهم إن شاء الله هرأيكم مجرى وني بسم الله الرحمن الرحيم وانا يهدي تيب أوراديو من المنتدى السلفي دونتا كجند أرانره خطبة الجمعة يويتي دون في رتغل odo ne danke nodditi do ka arande lawol wonde mako annabajo o artoy o wi ko ne lado o artoy o wi ko almami mahdi abbado aray ko woni on o muhammad juwe jallo motelmile jodi do sa'i canada e kala nandube makko jokkube mo tigitigi en gol do lawo are ko dari fi kanyo ruttugo lodo ne danke ko beedo musibbe meden karmo ko be men lollirbe abu jamila ishaq jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma جورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي ختم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة والنبوة، وجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده حتى توفاه الله تبارك وتعالى، وترك قومه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومع هذا حتى في وقته صلوات الله وسلامه عليه حاول الكفار والفجر أن يبدأوا النبوة إلى يومنا هذا من دسيس اليهود والنصارى، ووجد من المنتسبين إلى الإسلام من يسير على نهجهم. وأقدم بين يديكم هذه الخطبة التحذير من المتنبئين، الوقفة الأولى تعريف النبي والرسول والفرق بينهما، الوقفة الثانية ضرورية الرسالة، الوقفة الثالثة الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، الوقفة الرابعة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من المتنبئين، الوقفة الخامسة أقوال العلماء الربانيين في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والتحذير من المتنبئين. أيها المسلمون، وسيد جلبة الدبة ينيت الله سبحانه وتعالى ينجرنم يولتنوم يندو أنو نلار صلى الله عليه وسلم ابن غور مأبي صحابة بمأبي تنبتي بكادو دين هادون دهو تنبي ويلالي اكال ايوتبان انو مؤجرها يند درنغل. أيها المسلمون، وسيد جلبة الدبة أندي وندما الله سبحانه وتعالى تمنير نلار صلى الله عليه وسلم قلدو نلال الله سبحانه وتعالى تمنير نلار صلى الله عليه وسلم كنو وني ليدو دفت يوروجا كم كوكنكو الله سبحانه وتعالى نلار صلى الله عليه وسلم بجن جماع بورت بأون يلد بونو إمود من الكفر والإلهاد إمر بأكفر كنما يونيا قلقاء توحيد يا إشرك بالله نلار صلى الله عليه وسلم بسير آله بند جماع هبه ورطة بها جند الله سبحانه وتعالى جبتتبه صحابة بمقبين تبتتدون كنو إدرهن الله سبحانه وتعالى هدير كدر خوني يو يمبه كنو وني أوني به يمبه كنو وني هافر بك نم إبوم به يو بنودتها يفيرن لارن صلى الله عليه وسلم وندم كبه أنبا به. نعم، لارن صلى الله عليه وسلم إصابة بهبيبه كنن كدفون رطابئينين ها ايتان غهن دم سيب جول بتدوبه هنا ودي وان بينودي تاده وندما كوبي النبابه وندما كوبي نلابه وندما هيبه غوندا الله سبحانه وتعالى نني ليبيتا غورنن سيب جول بتدوبه دون دو فوينو جيا امودوم جونغو اليهود كنما النصارى فوسونجي اليهود كنما النصارى جماعه هنا رنتينه ده يوغول كماب جماعه هنا رنتينه ده يوغول كماب دومبو كماب ووري داي ماب sina hara ko embere haaju on embere ko sharia on newni kon jamaa on ino habiti yogaeta gorande sina on bo Allah subhanahu wa ta'ala yurma wurata sina eleedi amerikindi ma dun edi deedo leede ko dun woni ero Allah subhanahu wa ta'ala hinorentini ange dum do hebe kem sibbe julbe teddube dambiti do ko dun woni dambiti do el islam baljeya do e goldo gorol meden baljeya do goldo lenyol meden wido wondema ko annabaajo wido ko onela wido himoka karande lawol be inni ko fetudo be inni ko fiido no gasabe jawdinati baybe tan inni ke ko no woni aduna be taybe hoppo mabbe ko be jiwndo ko be wadu kile be sembina ko don woni odo albalaa iyadan billah alhamdulillah alhamdulillah odo alislam odo alislam ko hunde hentinde ko hunde jalbunde tawde en ardin odo khutba firen tingol ko dum woni odo namba odo wiyetedo ko dum woni Muhammadu Juhe jodi do ndi do leedi America o dari o yi wondema ko annabaajo o wi ko nelaado o wi ko nelaado e tagore den o rabbi ko dum woni yimbe laifu be fasiyibe e tirobe ko dum woni baawo makko sembinamo innako kanyum woni
كانوا من صحابة محمد جوه إياذا بالله أصبي الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من نزغات الشيطان وصيب جلبة الدبة إن عندنا كادو دينا مدن إن عندنا كنو ونعود الإسلام أرأي هاية ورنو كيلي غو الإسلام ومجر جماع سيواني اندارين قلت ولنو مدن هند هنا ودي قد إنو بي إيدي الله سبحانه وتعالى إمر دي وليابة هنا ودي كنو وني هوتو بك هادرة بين هنا اندارين كنو دي كنو وني كيفير ينكوجي هنا ودي بي بوندما كو كنو وني توبتا دي أدنا ومفب مكو هنا ودي بي بوندما كو كنو وني هوري وليابة يوم القيامة سيناتو مهوتي واواتاكي كنو وني تقورن دي نياويد هنا ودي إدم بتي بي لن يلمي دي مصيب جول بتدو بي ومبي بي بي بوندما بيدو الصحابة بن الله صلى الله عليه وسلم كبه هافر بإياذا بالله أيها المسلمون ينردنا ودو كنواني خطبة التحذير من المتنبئين رنتين قل بيدو ويبه واندما كبه النباب درون دميدن رنرنن تعريف النبي والرسول أنين قل كون بينتي النباج كون بينتي نلادو والفرق بينهما كنواني كسندين دي حقون النباج كان يمين نلادو درون دميدن إمبرنن ضرورية الرسالة تقولن أنه هاتون جني إن لا يرنقر كالله سبحانه وتعالى أريكو بهاتون جني إن يامو قل كنما يرقل كنما نيون دقل الوقفة الثالثة دارون دمين انتمرن دن الأدلة التي تدل دليل جتن دنوجي واندما على أن النبي صلى الله عليه وسلم واندما نلارون وخاتم النبيين وكان كوني تمو دي النباب بن لا نبي بعده النباج على باون لا صلى الله عليه وسلم الوقفة الرابعة درن دمين كنون نيبرن تأذير النبي صلى الله عليه وسلم من المتنبئين رنتن قلن لا صلى الله عليه وسلم بيدو ويبه وندما كبه النباب بيدو دم بتيب بيين الدتي كبه النباب الوقفة الخامسة من أقوال العلماء الربانيين في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ختم النبيين والتهذيب من المتنبئين ناموسي بجلبة الدبع رنتنغل يوغي كرمو كوب الإسلام رنتنغل يوغي كرمو كوب الإسلام نيرو كرهوني هالكار الوقفة الأولى تعرف النبي والرسول والفرق بينهما قال العلماء النبي مشتق من النبع وهو الخبر قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم وإنما سمي نبيا لأنه مخبر فهو مخبر أي أن الله أخبره وأوهى إليه قالت من أنبأك هذا قالت قال نبأني العليم الخبير وهو مخبر عن الله تعالى أمره وأوهى إليه إذن نبي ونما كم بكرم كؤبن كوين تيكون النبي كهون إتان إمرد من النبأ وهو الخبر يعني كوكم بتل الله سبحانه وتعالى أوي كهندم بابوني لندن رادح عن النبأ العظيم بين لندن ركنون خبر موضع بي وندم إنما أودو النباجو فيهنن لأنه مخبر كوالين أودو كهم بتو أو مخبر أودو كهم بتتير فهو مخبر أي أن الله فهو مخبر أي أن الله أخبره الله سبحانه وتعالى هم بتيم وأوهى إليه وهو نيئمكو قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير ويوندما كوم ونكوم كتما نندو ويوندما هم فتيلا نندو أنندو كان يمهم فتيلون إذا نودو كوم فتو النباجون كوم فتو قال الله سبحانه وتعالى أما الرسول الإرسال في اللغة التوجيه فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك قال تعالى حاكيا أن قصة بلقيس مع سليمان وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون واندما قلت يكون نلادو كون أنك فوتنو وتقورن دن إهوند ما دون إمن تيدو يها إنكور فيهوند همود قلن سيؤدو سددو وين واندما من هلان إمن دن الداري هلان نلد كنوني نلدار إمرد يوغل كسليمان منارك هندم بيدو نلاب ونكرت لتا إمودم كرم كبهن جنتي معنا كنواني النبي والرسول أما النبي كرم كبهن ببي واندما كوري بتاري صوابكم واندما النبي هو من أوهى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين
wondema kwente ko annabaajo ko ummu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ini emudum kum ko watta o yamira ko non woni gom dimbe ben amma ar-rasul huwa man awha Allah ilayhi wa arsalahu ila man khalafa amra Allah liyuballigha risalati Allah liyuballigha risalati Allah wallahu a'lam wondema kwente ko nulaado ko ummu tata Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ini emakko onali mo imbe lundibe fi wurtugolbe e lundande bonden e mudum amara allahu allahu an yamiri wa yuballigha risalata allah nalal allah subhanahu wa ta'ala gal wa qala shaykh al islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala kama fi an nubuwat an nabiy huwa alladhi nabbahu allah huwa yunabba huwa yunabba anba allahu bihi fa in arsalahu ma'a dhalika ila man khalafa amra allah ليبلغ رسالة من الله إليه فهو رسول إلى أن قال وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد يبلغ عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بماكي كوين تيكون النباجو كم الله سبحانه وتعالى هم فتي أم الله سبحانه وتعالى هم فتي kodum woni o humpiti moy fiyake oneli ma kodum woni e yimbe kodum woni lundibe kodum woni ammanela don ko ammo oneli e yimbe kodum woni lundibe yamiribe o yamiribe o yamiri o donela do yo yottinela al ibrugal ka Allah subhanahu wa ta'ala idan o do konela do amma sitay woni on don annabaajo himo gollitibe sharia attido mo be maaki wondama o do haray wona onulaado bal o do ko annabaajo ni ko yete amma so nelama e tagore den tawata ko himbe lundibe be wi wondema ko odo inneteno laado na am musibe julbe teddube ande musibe julbe teddube Allah subhanahu wa ta'ala banginani en ko dum woni banginani en ko dum woni sifaji be do annabaabe ben ko be Allah subhanahu wa ta'ala suboto Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa kullan faddalna 'ala al-alamin be do annabaabe be fokku mabbe men burnibe e do ko dum woni tagore den الله سبحانه وتعالى أوي الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس هم صبوا كرموني الملائكة من كم يما ينببن نلاب جياب كرموني ينببن وتصبوا كرموني ينببن ببن بتاتا يمصبي كنك الله سبحانه وتعالى تبتكو إمر دئي ينببن وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله سبحانه وقد أخبر أنه يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس والاصطفاء افتئال من التصفية كما أن الاختيار افتئال من الخيارة فيختار من يكون مصطفى وقالت وقد قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته إلى آخر كلامه فيقول الإسلام ابن تيمية بماك وندمع الله سبحانه وتعالى قم بهم قدوني صبو هم هم فتا أمو صبي إمر بأملكا ببن قم قنم مئهم ببن نلا بكون وني سباب ستا الله سبحانه وتعالى هم سبو إمر دب سباب كون وني ستا بي او ورطان لنغال امودم الله سبحانه وتعالى وي اون دم الله أعلم حيث يجعل رسالته كان كو وني كو اندي كون تو وطن للمكونغال كان كو اندي كو وطن للمكونغال كو هنو فلو فوتا جلو درور تو وي اون دم الله سبحانه وتعالى نوددن لاد نجودو إلي دي هفر دي ويادم دو idan diyaadon ko yoranto musibe julbe teddube diyaadon ko yoranto wanda wonde ma nyande go Allah subhanahu wa ta'ala harayino darne mako dum woni yeso makko na musibe julbe teddube darunde meden ko dum woni dimmer den al adilla allati tadullu ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa khatamun nabiyyin dalilla jitindinoji wonde men la don sallallahu alayhi wa sallam ko kambe woni timmode annabaabe kambe woni timmode annabaabe annabaajo ala bawne laadon sallallahu alayhi wa sallam qala allah tabaaraka wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala awi ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasul allah wa khataman nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alima allah subhanahu wa ta'ala awi ka suratul ahzab muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala taakiku baba hiya goto e modon morde worbe modon walakin rasul allah كنتم كنلاد الله سبحانه وتعالى وخاتم النبيين يودون أنكتر محمد جيكا نمائي جماما كبه ونه بلنرد
yo tasko yo daro hodo hore hodo aya Allah subhanahu wa ta'ala owi walakin ko woni tun rasulullah wa khataman nabiyyin odo ko timmode ko dum woni annaba be ben nokku kan Allah subhanahu wa ta'ala wi walakin rasulullah wa khataman nabiyyin nam ay khatamallahu bihi ay khatamallahu bihi an nubuwa yani ma namudun Allah subhanahu wa ta'ala timminiri ko dum woni gal do nelal wa qara asimun خاتم النبيين خاتم النبيين بفتح التاء على الاسم او دكنوني جياده كرمكو بكنوني القراء او جنغي خاتم النبيين يعني ودغول فتام كاسنغولي كونوني تا اما كونا مكو امرد جانغو ببن اندا ببن وقرا الاخرون بكسر التاء على الفاعل لانه ختم به النبيين فهو خاتمهم اي وخاتم النبيين اذا كونكوني كتمني كان كوني كون وني كتمني كون وني النبا وخاتم النبيين وخاتم النبيين فونو جيا جانغي جي كون وني سلودي نونو تندينا وندما وكان كوني تيمودي النبا دين وكان كوني تيمو تيمين النبا النبا كو يا غانغا الا با ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وكو النبا جو وقال الحافظ المحدث المفسر الفقيه ابن كثير رحمه الله تعالى فهذه الايه نص أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأهرى لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة انتهى كلامه ابن كثير رحمه الله تعالى بماكي أولو آية كسوة الأحزاب وجي الكنوني تؤدينغل لبنغنغل ونما أن باجو على باون الله صلى الله عليه وسلم سلاتك على أن باجو باون الله صلى الله عليه وسلم كلي ان وندما الا كون ونين لادو باون لا رسول الله عليه وسلم كو ادي نونكو نلانغال ان نلانغال ان با كويا غانغال نلانغال كو مودو وني كو هرتوري مودو اذا كون نتيكم النبي كعام اما الرسول كو خاص وني نونكو اندر ان با كويا غانغال وني كو نلانغال ايوا تيمون كما قال العلماء اكون ان مربا جار دفي جو فغول دون دو اما في السنه المطهره وهي أحاديث كثيرة أري حديث هذه كنون ونلودري كسنة نلا صلى الله عليه وسلم وتندن تاون بما نلا صلى الله عليه وسلم كم بوني تمود النباء كل فوت جلو يلتتا إن كنوني النباء إنك كنوني النباء باي كنوني زيف ببن هنو هندي نادي دون إغليز ترنها إلا مولون جنن دون كنوني أدنا أنا تدين كنوني أمريك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في صحيح البخاري كتاب المناقب باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم نرفق إمام البخاري بما كون بما باب دمبغ الخاتم النبيين تم من دكنوني تم من دو النباب بن نلاب صلى الله عليه وسلم بما كان إمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن هيان قال حدثنا سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتأجبون ويقولون لولا موضع اللبنة الحديث وهو عند مسلم أيضا نلا صلى الله عليه وسلم جنت مسيء جل تبدلو بما كي مثل أن هنا يوانا مثل غركو ما هو دو كنون ونسود هانو هتتي أو لبن دون دو أو مؤن دون دو أو أكي كنون ونكور بركي رواتر أروب فيزو تغنغل لنار ياسي كان يوم يباو بإن وندما سند بركي ردون دون دون دو تمتي هرين سود ما نون تمي هرين سود ما نون كنون ونلباما بفاندي امودون وندما كون لا صلى الله عليه وسلم وني تيمودي النبا بين كو كام به وني ديمبير كير نارتو نينو كومودون وفي روايه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال في اخر الحديث فانا اللبنه وانا خاتم النبيين وهو عند مسلم ايضا نلا بما كوم وني بكيرن كوم وني بكير يعني اندون سودون فينا دون كون وني مثال وانا خاتم النبيين كومي وني تيمودي النبا بين
kono Muhammadu juhe ardata inna wondema ko kanko kono ko annabajo nundo ko fennugol nela ro sallallahu alaihi wasallam nundo ko fennugol ido hadisaji nela ro sallallahu alaihi wasallam nela ro sallallahu alaihi wasallam bema kiman kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar kala fennudo bake an yo hebir ko dum woni werde makko ne ko kayite ja fi sahih muslim باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ للزهري قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر والآخران حدثنا سعيد بن حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله تعالى عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الهامي الذي يمهي الله به الكفر وأنا الهاشر الذي يحشر الناس على أقبي وأنا العاقب وقال العاقب الذي ليس بعده نبي وهو في البخاري أيضا نلاه صلى الله عليه وسلم إمام كنون مسلم إمام النووي بماكي دمبغل fi janta gol ina nela rasul sallallahu alaihi wasallam be janti yogaybe do inde ha be sakkitori inde sakkitinde ne wa ana al aqib imam ko kalam ko be bemaki wal aqib ma ana kun woni de do inde alladhi laysa ba'dahu nabi ummata wata annabajo kun woni ala bawo mudum annabajo ala bawo mudum o do fullo futa jodo ameri e be ngore mudum e jama mudum inna wonne bako annabajo la ilaha illa allah وفي رواية عند مسلم وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد أودو رواية نفنسي رواية كنون في جدون وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد هيا قوت كنون ألا باو مكو قال أقيل قلت للزهري وما العاقب قال الذي ليس بعده نبي انتهى كلامه إمام الزهري بما كريمه الله تعالى الذي ليس بعده نبي أمتت النباج ألا باو مولم وجاء في صحيح مسلم والترمذي وأحمد والبغوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجئلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختمت بالنبيين وختم بي النبيون صلوات الله وسلامه عليه نلا صلى الله عليه وسلم بما كي وندما يدو حديث تبتدو مي اوكاما فيجي كدو وني جيغو بي ان باب دي موبين بي اوكا كارينو جيا امودون اوكيدا كدو وني حال فندو كتاي كمري كدو وني ما انا دودو مي ولي ترام كدو وني كولل اي بي بمبه هلالان هرمي دو موتي مي اما بي من باتو نرا مي دادنا ما كدو وني كونكو هبتي كدو وني كهاري mi walli rama ko dum woni dum do mi wadana malaydi nin la buni kanyum ma en ko ka jule ya wayta made saydad nin hino labi wa ursiltu ila al khalqi kafa min la ma den nangal ko dum woni tagore nan wa khutima bi an nabiyun mitimmini rama ko dum woni annaba ben kono ne en kerda tawiya wondema ko annaba jo wondema ko ne lado وندما كو اوكادو الوقفه الرابعه التي تدل التي وردت في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبهين والتهذير منهم ندو دروندما دي واتيلم سي جولو تدلو كو بانغول وندما نلاد صلى الله عليه وسلم بهم فتنا وندما هبوتو فينيوبي يالتوبي ويا وندما كو بي انبابه بينكو بي انبابه na musibe julbe teddube koni woni ko nambar woni sa ko do leedi nin wobbe wi'a gundondiri Allah subhanahu wa ta'ala wobbe na goddo nelado kibe ko dum woni goddo wana do wirdu tijani bawto dum wobbe go ina wondema ko kanyum woni hande annaba ben dum do fo ko angal o do aqida e jangugol ko dum wori kaado diina aduna hino heewi hore yimbe ben buri ko dum woni no susiji mun buri ndudo sokondo mo kala ida o ko dabbuno wuri den na dabbuno mayire سيغي دما دا هلكيك كنت مردا كتو يا الله سبحانه وتعالى تودي كورانو ادرنيد بي غوري كو وانا نو مودون ماشينجي كانيوم ماي غالليجي كانيوم ماي فيلاسيجي كونا دون دو واتشا ما كودون وني كادون او اتو يا الله سبحانه وتعالى اغي دما كودون وني كو هلكيدو نا مصيبه جولبه تدوبه
أخرج البخاري رحمه الله تعالى واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. صدق رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. نلاب صلى الله عليه وسلم بما كوندما لا تقوم الساعة درنغل قل درتاكو حتى يبعث هاكون ون إمنا يلتكك يلتي نكيلين دجالون ينبب تبتا كو جبن مسيو دجال ونكو جبن بي ونكو ونكو جبن بي كذابون فب مأبكو بفنو بي قريبا من 30 يو بي كفانتا تو يلتي ورليدين اتندم مسيلي من هابي تانغوان رون هنو يلتد هنو بيدكونو بزعم يزعم أنه رسول الله وندم يكون لادو الله لا إله إلا الله ondono je ko tinninta nela don ko be annaba be ko Allah ton woni ko nelle hon futu golbe di fiji di hewtali ma dum waddi yeso be hande hino ko ngoli ko wuru den kon nela no sallallahu alaihi wasallam be ma kidum do ja fi sunan at-tirmidhi wa ibn majah wal lafzu lahu an thawban radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sayakunu fi ummati 30 kadhabun yaz'umu annahu nabi ودو في الله كدبي واندما بماكي واندما لا تتوي مفتي أندن كيباند تتو فنو بي هي بي آجو بي إنكو بي أنبا بي محمد جوين توائي مأ بي إدن نانغال قم دين دمو أيوتي دو كدوم ونباو مكو جاء في صحيح مسلم وأحمد من حديث جابر من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم أندهن كنوني يسو درنغل يعني أتلنغل درقل سيدا كنوني فنوب فنوب بيأكو بأنباب بماك فاحذروهم رنتاب رنتاب صاب ابن الأرض صلى الله عليه وسلم صحابة بن الأدم صلى الله عليه وسلم يهوب كنوني يهوب كنوني كنوني كبندي كنوني كبندي نجيغو كنما إنجو بيغو فقم ببفلني كنديدو حديثاجي في رنتين قلن ندي تطوبي إنكو بأن نباب ندي تطوبي إنكو بأن نباب كنو هاجون لندو هنو ندي تيد إليلو نكيلي مصيبة جلبة الدبة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المنتدى السلفي وراديو من المنتدى السلفي وراديو من المنتدى السلفي. وراديو من المنتدى السلفي. وراديو من المنتدى السلفي.